يا أهلا بالحبايب وحبايب الحبايب. خير ما نبدأ به الكلام الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي، أنتم ملاحظين الحمد لله والشكر لله إن احنا كل حلقة بيبقى فيها معنى، بيبقى فيها قيمة، بنطرح مشكلة نجد لها حل، بنناقش الأفكار. الحمد لله اتكلمنا في الصداقة، واتكلمنا في الجيران، واتكلمنا في حب الله ورسوله، واتكلمنا في الأيام اللي كان فيها أيام يعني موسمية فيها صيام وصلاة. الحمد لله احنا بنواكب الأحداث دي. أول حاجة عايزة أقولها لكم. الحاجة التانية، بشكركم جدا 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 على حبكم للبرنامج، والحمد لله والشكر لله. وطبعا انتوا بتواظبوا على البرنامج يعني معانا على طول في الصحة والجمال. والحقيقة والله ليس نفاقا، لان انا كده او كده معاكم يعني. بأحيي إدارة القناة متمثلة في السيدة مديرة القناة اللي بتوفر لي دايما، ما فيش حاجة بفضل الله يعني بطلبها او اي اقتراح الا حتى ممكن نتناقش وكده ونقتنع بالرأي ده او الرأي ده. وعايزه اقول لكم على حاجه بقى، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، كنت بقولها لهم النهارده. هذه القناه فيها حب. يعني منين ما بدخل من باب الاستوديو او قبل باب الاستوديو بحس في نغمه حب عند الكل. تاني، ما فيش اصوات عاليه، ما فيش زعيق، ما فيش ماكينات تقيله بتتجر على الارض. يعني من اكبر الاداريين موجودين لحبايبنا الفنانين والفنيين ما شاء الله عليهم، يعني تحس ان هم بيشتغلوا من قلبهم وحابينه. طب الاضاءه مظبوطه، طب القعده ده، طب انا عايزه ميه، طب انا ادلع برضه عليهم شويه. كل حاجه بتبقى يعني على خير ما يرام، المهم ان انا بقى اللي ابقى كويسه بعد كده. فالحمد لله اديني بحاول، ويا رب حتى لو في حاجه والله انا بقبل النقد طالما انا عندي هذا الطموح. النهاردة كان في حاجة برضو زادت قوي، كنت قرأت في إحصائيات إنه ازدياد عدد دور المسنين. وأنا من خلال الجمعية طبعا عندي دارين تقريبا، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، دار الوفاء ودار سعدات في شارع مصر والسودان. على قد ما بنقدر، على قد ما بنقدر في جمعيتنا، ومن خلالي نحاول يعني إرضاء الجميع بكل ما نملك من إمكانيات. والموضوع ده عمل برضو بلبلة، إشمعنا دلوقتي ازدياد عدد دور المسنين؟ أكيد في سبب. طيب هل السبب في الأبناء؟ هل السبب في كبار السن؟ هل السبب زوجات الأبناء أو أزواج البنات؟ فقلنا نتكلم ونطرح الموضوع ده للمناقشة. ويعني أعتقد بعد ما ناخد التصريح من إدارة القناة ان لو ما قدرناش نكمل في خلال المده المقرره للبرنامج، ان شاء الله هستاذن ان احنا نكمله بعد كده بامر الله سبحانه وتعالى. معايا بقى، انا هبتدي من اليمين على السنه، معانا الاستاذه هدى. صح، ازيك يا حجوجه؟ حاطه روج وجميله والله، شكلها صغرتني. لا والله حلو. ما هي وفاء دي صديقتي واختي، فبتعمل كل ما في جهدها بصراحه. يعني انا بشوفها مخلصه وفيها عطاء. انا كنت رايحه عندها مكتئبه، والحاج توفى وابني سافر ومعيش حد ومعليش حد. خلينا لما نيجي للحدوت عشان نتكلم مع الست سيد. ازيك يا سيده هاني؟ الله يسلمك يا حاج. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت برضو في الدار طبعا مع مدام وفاء كده؟ طب عايزين نقول حاجه مدام وفاء لو سمحتينا. يعني عدل. هو سؤال وهنبقى فيه صراحه عشان دي طبيعه البرنامج. اتفضل. احنا لا بنقدر نجرح حد لانه مش من حقنا يعني، بس ممكن يكون في اقتراح اما يلاقي القبول او يستغنى عنه يعني. لكن احنا في صالون الحبايب كده بنحس ان احنا عيله وبنناقش الموضوع ببساطه. أيوة. وبحب، عشان في الاخر حبايبنا يكونوا مبسوطين او نبعث رساله. صح كده؟ صح. طب قولي لي بقى يا ست هدى. ايوه. يا حضرتك دلوقتي بقالك قد ايه في الدار؟ داخله على سنه. 12 شهر. طيب ايه برضو يعني هنبقى دايما نتكلم استاذه سيده ونرجع لحضرتك. ايه السبب المباشر اللي خلاكي من سنه
طلبتي تروحي دار؟ عشان كنت عايشة لوحدي، جوزي توفى، الحاج توفى، أنا وابني سبتي لو سبتي. الحاج توفى، وابني زي الشباب بتوع اليومين دول. ما حبش ترجعي ظهرك عشان الكاميرات. ماشي يا سيدة، اعدلي لها من فضلك دي. لا ايوه المخدة دي، ايوه اعدلي لها. لا اهي اهي كده مستريحة؟ مستريحة. ولا نحطها لك كده؟ لا مستريحة. طيب خلاص. قلتي حضرتك ان الزوج توفى بقاله قد ايه؟ الزوج كده بقاله دي تالت سنة. تالت سنة. بعد ما توفى الزوج بسنتين، سيبك بقى السنه اللي هي الاخيره بتاعت الدار، حسيت ان انا كنت وحيده. قاعده مع مين؟ قاعده في شقتي لوحدي. كم اوضه تقريبا؟ شقتي كانت اوضتين وريسبشن. اوضتين وريسبشن، اكيد حضرتك طبعا في اوضه لوحدك بالتاكيد. او حد من الابناء الصغيرين او ما معيش الا هو ولد بس، ولد في كليه حقوق. يعني هو اوضه وحضرتك اوضه. وما بيشتغلش عمل جنب الدراسه؟ لا. طب حياتك موارد الرزق منين؟ يعني بنتعايش من ايه؟ ايه المورد المالي بيجي لنا ازاي؟ يعني كان معايا فلوس وخلصت. بقى لها كتير خالص. اما سمعت على مدام رانيا صاحبه دار الوفاء، انا عارفه ان هي ست كويسه و... طبعا. فانا بدل ما اتقل على حد رحت عندها، بس كنت رايحه بصحه مش كويسه. كان عندي جلطه في رجلي وكنت تعبانه قوي، انا تميت 60 سنه من كام يوم، هي اللي عامله فيا كده. يا عم ده انت اللي هي اللي صغرتني والله. بقول لك اللي قدك لسه ما اتخطبوش بقى، ما انتوا النهارده حاطين لها كان في عريس. هي اللي عامله كده. ما هي عشان بتحبكوا عايزه تطلقوا في الشاشه. حلوين صراحه. ايوه مش ايوه ست هدى. نشوف سيده. سيده هي سوس يا حاجه. بقالك قد ايه في الدار؟ بقالي سنتين. قبل السنتين كنت فين يا حبيبتي؟ كنت عند والدتي. والدتك ست كبيرة؟ عايش مين كان مع الوالدة؟ احنا الاربعة، انا وعيلين، بنت وولد. يعني دول اولاد حضرتك؟ فكأنك انت عايشة مع الام باولادك الاتنين. والزوج ايه بقى؟ لا الزوج مطلع. بتزوج واحدة تانية ولا ايه؟ قولي بالحق. لا عاوز يرجع لك. لا هو عايز يرجع لي بس انا مش موافقة، انا مش عايزة بصراحة. طب ما تسيبي الباب موارب، وكل ما بنكبر اخلاقنا بتتحسن اكتر وبنتقي الله اكتر، ما تديله فرصه بدل ما انت في حته وفي حته. هنتكلم بعد البرنامج. ماشي. نعمل اصلاح ذات البين زي ما بيقولوا. ماشي يا عمر. استاذتي رانيا او حبيبتي وفاء، رانيا وفاء واحد يعني. اكيد. حضرتك ازاي فكرتي في الدار ده؟ وانا زمان كانت والدتي كانت على طول بشوفها بتسافر لتيتا طبعا في بورسعيد. تيتا قاعدة. تيتا كانت قاعدة، فماما كانت بتروح وانا بروح معاها وتاخدها وتحميها وتغير لها، وكانت مهتمية بيها قوي. يعني انتوا في القاهرة والوالدة او والجدة كانت في بورسعيد. طب ليه ما جبتوهاش في القاهرة بدل قاعدة لوحدها؟ اصولها بقى هناك واصولها. اصولها اصولها هناك وعيلتها. يعني أحمها قريبها كده يعني. وكلهم حواليها. بس برضو الدنيا بتبقى تلاهي شوية، فماما كانت بتحب على طول انها تاخدني ونروح نشوف طلباتها ونساعدها ويعني بنغير لها الدنيا كلها. يعني. فعلى طول انا حبيت قوي ان انا اساعد الناس الكبيره، اشوفهم هم محتاجين ايه وان انا اقدر ان انا اساعدهم باي حاجه اقدر عليها. بالذات لما بقعد اسمع يعني حكايه كل واحده فيهم. لما انا بحاول ان انا احتويهم واخدهم في حضني. ما شاء الله. يعني كل واحده، يعني انا لو ما دخلتش الاوضه على مثلا الناس اللي عندي ما شافونيش، في ناس قاعده ما تقدرش تخرج طبعا بره في الريسبشن. والله انا شفت حالات واصله للشلل الرباعي. وحضرتك جيتي عندنا وشفتي حالات برضو صعبه كتير، فطبعا احنا لو ما دخلش عليهم الاوضه بلاقيهم زعلانين. انا ازاي مش عارفه عندك يا وفاء ولا فين، كان الدار عامله 2 تلفزيون. واحد للجهه دي الرجال مثلا عايزين يشوفوا الماتشات، والستات الناحيه دي. ايوه كان عندي فعلا. انا حاطه في الريسبشن في الناحيتين، يعني جزئين الريسبشن، حاطه 2 شاشه. مش عايزاهم يعني ايه يبقوا زعلانين من بعض، دول عايزين يتفرجوا على حاجه والتاني عايزين يتفرجوا على حاجه، يبقى ليهم حريه شخصيه. والناس القاعده بيبقى عندها تلفزيون في الاوضه بتاعتها برضو، انه
لازم يتفرجوا، لازم يخرجوا من حل ما فيها. كم اوضه عندك قلت لي الدار؟ انا عندي 6 اوض واتنين ريسبشن. على طابق واحد؟ على طابق واحد. على طابق واحد. على طابق واحد واتنين ريسبشن. وطبعا اتنين حمام ومطبخ كبير. ودي اللي هي الدار السيدات. اما الدار الرجاله بتكون عباره عن فيلا دورين. هم موجودين فيها، فيها يجي 10 اوض. جنبنا في الهرم ولا؟ في المحاولات ترسي. في الهرم. قولي لي اسفه يعني، بس احنا بنطرح المشكله بصراحه. التمويل ازاي؟ بلا كسوف ولا يعني انت اصلا بتعملي حاجه ربنا سبحانه وتعالى. اكيد طبعا. وهترزقي رزقك في السماء يعني. احنا والله يعني الحمد لله انا ابتديت اعتمد على نفسي وجهودي الذاتيه، تمام؟ وفي بقى ناس كويسه جدا زي يعني من اول الداعمين ليا بجد. انا مش عشان في البرنامج وبشكر ولا حاجه، بس كان اول الداعمين ليا كان حضرتك ربنا صراحه. اول ما جيتي الدور وعملتي بهجه للناس وشفتي مطالبهم والله وفرحتيهم. والله مطالبهم بسيطه جدا يعني، حد يطبطب عليهم. عارفه انت فاكره لما جبنا لهم حد بيعزف؟ ايوه، وعملت لهم حفله وبشكل عايزين برضو شويه مرح. وحضرتك جيتي عملتي عيد ميلاد بنتي اسمها منال، كانت قاعده. جيتي وجبت لها التورته وعملت لها حفله وجبر الخواطر. وجبتي زمايلك معاكي، فكانت الجو كان غير من نفسيتهم جدا وخلاهم ان هم فرحانين ان حد بيجي يزورهم. طبعا بقى في بعد كده ربنا طبعا مأول واحد صراحه. بحاول ان انا على قد ما اقدر اشوفهم مطالبهم ايه، على قد ما بقدر صراحه بلبها لهم. بس انا ما بقدرش ازعل حد فيهم خالص نهائي. بتعملي عمل خير، لا يعني فما فيش داعي انه يتعكر. بحس يعني ان هم اهلي طبعا وامهاتنا وابهاتنا واخواتنا، فانا ما بحبش ازعل حد فيهم. في الدار؟ لا مش الماليات، انا بتكلم يعني العمل والاوض والسراير انا بيساعد. عندي كاست طبعا يعني كويس جدا وبقاله سنين معايا. كم حد؟ عندي 7 بمرتبات طبعا. طبعا بمرتبات. اول حد طبعا احب اشكر استاذ اشرف طبعا زوجي، وهو اللي قائم على الاعمال اللي في الدار الرجالي، تمام؟ ما شاء الله ربنا. صراحه هو ما بيقصرش ناحيه اي حد. انت قاعده بقى تتغزلي في جوزك؟ احنا لا لا والله. انا انا بقولش كلمه حق. هو يستاهل. هم حتى بيحبوه والله. هو يستاهل. لا هم بيحبوه، هو بيجي لهم. هو يستاهل والله. خلي بالك انا بحب المدام وفاء وبحب الاستاذ اشرف قوي. ربنا يسعدهم يا رب ويخليهم يا رب. احنا بس في حد عندنا اتصال. الاخت صباح بنوته ولا ست ولا ايه؟ الو الو. ايه صباح، اهلا. ازيك حضرتك يا استاذ؟ عامله ايه؟ الحمد لله، ويعني طول ما انتوا كويسين احنا كويسين الحمد لله. انا بكلمك من دور من عند مدام وفاء. والله انا شغاله عندها. يعني مش حاله مقيمه؟ لا شغاله معايا على جوه المقدار يعني. عايزه اقول لك من انضف الناس اللي انا قابلتها في حياتي واجدع الناس بجد بامانه. ربنا يبارك لها يا رب ويجازيها كل خير ما شاء الله. احنا عايزين بجد نشوفك بجد بقى. انا يعني تقف جنبي وقفات لو اختي مش هتقف جنبي الوقفه دي ما شاء الله. انا بس حبيت اشكرها على البرنامج على الهوا كده علشان هي تستحق اكتر من كده. والله ربنا يبارك لها ويجازيها كل خير. اللهم امين يا رب. احنا مبسوطين انك دخلتي المداخله الجميله. لا ما انا لازم ادخل واشكرها طبعا لان هي تستحق كده واكتر من كده، مش مجامله والله. وحياتي لا لا هي جدعه واي كلام حلو صباح عليها. ابنها اتولد عندنا على ايدينا في الدور عندنا. وابنها متربي معانا ما شاء الله في الدور. دي جات لك ايه بحاله شكلها ايه يعني؟ كنت حامل. لا هي كانت حامل وكانت مطلقه. معلش يا صباح يعني. لا بس يعني كده بس انا حسيت دار المسنين يعني الكبار السن. لا هي انت ايضا بتقدمي خدماتك؟ لا هي من الكاست بتاعي يعني التيم بتاعي بتاع الشغل. صباح فهي كانت يعني جايه تشتغل بس كانت حامل طبعا.
فانا اللي كنت معاها. لما جيب جابت حد سمت وفاء ولا رانيا ولا لا؟ انا اللي سميت ابنها يزن، انا اللي مسمياه. والله ربنا يزيد المحبه. يا رب ان شاء الله يعني كل واحده هتؤجر فيكم من غير ما يدي اي حق للاخرى ان شاء الله. ان شاء الله. طيب في عندنا اتصالات يا جماعه عشان قبل الحديث ما ياخدنا. طيب يا حبيبتي ماشي، هنشوف الاتصالات شكلها ايه. قولي يا سيدة هانم، كنت بتشتغلي وانت صغيرة؟ لا والله كنت قاعدة. اب وام؟ في قلتي لي في اخوات؟ يعني معايا معايا بنتين وولد. اخوات ده انت اللي انجبتيهم مش كده ولا اخواتك؟ لا دول اخواتي. يعني حياتك اتجوزتي؟ ايوه متجوزة. واتطلقتي؟ اه. الله يعافيك. وساب لك العيالين؟ عيالين بنت والواد. طب يا حبيبتي منين مصدر الدخل؟ لا انا والدتي عامله معاه، والدتي بتقبضهولي وكده وبتدفع منه للدار، وابني برضه في الدار الرجالي عند الاستاذ اشرف ربنا يخليه ويبارك له ما شاء الله. هو برضه اللي مهتم بيه اكتر. الحمد لله. والله مصر بخير الحمد لله. يعني طيب احنا يعني هنطلع فاصل صغير نستاذنكم فيه ونعود سنعود مره اخرى ان شاء الله. اتفضلوا. يا اهلا بالحبايب مره تانية، نعود لصالون الحبايب والحبايب اللي مشرفينا النهارده. ما نقدرش نفصل يعني عن الحالات الحلوه اللي عندنا اللي ربنا يعني يكرمهم ويكرم ارحمهم ويعيشوا في سعاده وما يشوفوش حاجه في الكبر يعني تضايقهم ولا كده. وتشرفنا بوجود دكتورنا وليد ابو الفتوح. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ حضرتك تخصص مخ واعصاب؟ استشاري مخ واعصاب وطب نفسي. وطب نفسي؟ ايوه يا فندم. الطب النفسي ده بيتم في العيادات مش كده؟ مخ والاعصاب. لكن الجراحه بتبقى في المستشفى. الجراحه دي بتبقى ليها قصه ثانيه، لكن مناقشه حالات الاعصاب والطب النفسي دوت بيبقى في العياده عادي. في العياده. بس حضرتك ما بتنتقلش للدور؟ لا ليه، بنروح طبعا وبنتابع الحالات في الدور. لا طبعا. عايز اعرف يعني مواصفات دور المسنين دلوقتي ايه وايه العناصر؟ يعني الناس كبار طبعا محتاجين دكتور، محتاجين مشرفة اجتماعية مش كده يا حضرتك ولا ايه؟ هو الفكرة كلها ان احنا اولا بنعتبر المسن دوت مسن من امتى؟ اما بيعدي سن ال 65 سنة. لكن الحقيقة في بعض الحالات بتبقى بدري شوية. انا سمعت ان كلمة شيخ سمعت بس ما قريتش بنفسي في القاموس ان هو يبقى عنده 30 سنة. يعني لا هو مش 30 لما لما الشعر يبتدي يبيض شويه. مش ما فيلوش قاعده يعني. في ناس قبل ناس وهكذا يعني. بالظبط. فهي الفكره كلها ان الدار المسنين اللي بيبقى ليها مواصفات ان بيتوفر لازم الرعايه الطبيه والاقامه الجيده. انا كنت عايزه اعمل دار فقالوا عشان مواصفات امنيه انه لازم يكون فيها شباك. علشان لا قدر الله لو حصل حريق او يعني في حاجات امنيه بتخش مش اي حد يعني يوافقوا له على المكان اللي هي هيتعمل فيه دار المسنين. لا طبعا بتبقى مش بيبقى في مواصفات فيها امن للمسن. بالظبط بالظبط. هي بتبقى الاماكن لازم تبقى مؤمنه كويس والدفاع المدني يكون مأمنها كويس جدا بطفايات الحريق بمخارج الاخطار السلالم الطوارئ والحاجات دي كلها لازم تبقى مؤمنه. بلس ان انت لازم حضرتك بتقدمي الخدمه سواء الخدمه الطبيه او خدمه الاقامه. يعني الاقامه دي حاجه مهمه جدا، لازم الدار دي يبقى فيها نظافه باستمرار ومتابعه للنظافه الشخصيه بتاعه المسن. طبعا دي حاجه مهمه جدا عشان ما تنتشرش الامراض. فدي حاجه مهمه دي بالاضافه للرعايه الصحيه سواء النفسيه او رعايه الاعصاب. يعني بتبقى الامور أنا كده. انا رحت دور كتير اقصد اقول كان في حاجه فوق عمر افندي او جنب عمر افندي في شارع عرابي مش كده؟ في شفناها هناك وشفنا سعادات اللي في مصر والسودان، وطبعا الاستاذه اللي منورانا استاذه وفاء رانيا الاثنين مع طبعا.
عشان تبقى مبسوطه. انت بتحبي وفاء؟ والله انا بحبك تحت اي اسماء والله. ربنا يخليك يا حبيبتي. هي هي القصه كلها ان احنا ليه دايما بنهتم بالمسن، لان هو يبقى ليه معامله خاصه، معامله خاصه لكذا سبب. حقيقه الحاله النفسيه بتبقى فيها تغيرات، الحاله الاجتماعيه بيبقى فيها تغيرات، الحاله الصحيه بيبقى فيها تغيرات. فاحنا بنراعي الثلاث محاور دول اللي بيحصلوا في الفتره بتاعه الشيخوخه او فتره ما نقول بقى المسنين. لازم نراعي الثلاث محاور دول. لو ما قدرناش نعالجهم او ان احنا نخليه ناخد بالنا منهم في البيت، بننتقل بيهم من البيت الى دار المسنين حيث تتوافر الظروف المحيطه بالانسان دوت، ان هو نقدر نخدمه صحيا ونخدمه مجتمعيا ونفسيا. حتى دكتور تهالي اسهل الحاجات، يعني لو رحنا مع حد من ارحامنا مستشفى او كده بيبقى فيه ادويه بمواعيد. لازم برضو يعني المرافق، مش لازم كله الممرضه او الدكتور او الدكتور، لازم كمان يكون عنده وعي، لا اما يستدعى عشان ما تعديش يعني فتره لو كان انتيبيوتيك او حاجه زي كده ما تتجاوزش المده. ده مطلوب مش كده يا دكتور؟ طبعا ضبط الدواء ومواعيد الدواء دي حاجه في غايه الاهميه. يعني فكره ان انا ادي الدواء في ميعاد معين دي حاجه مهمه جدا. ما ينفعش ان انا اعدي جرعه، ما ينفعش ان انا اخر جرعه. حاجات كتير قوي بناخدها في الاعتبار. طب الحاجات البسيطه دي تحتاج تمريض او طب، ولا ممكن المشرفه الاجتماعيه تقوم بها؟ والله بصي، هو حضرتك بالخبره المشرفه الاجتماعيه بالوقت بتحفظ وبتبقى متعوده وعارفه البروتوكول اللي احنا بنحطه. فلما نحط البروتوكول هم بقى بيمشوا عليه، نقدر بقى المشرفه تمشي عليه، التمريض يمشي عليه، يعني بتبقى الامور بالنسبه لهم سهله. يعني برضو كنا عاوزين نوجه رساله للابناء، يعني عشان بس مش عايزه اقول الايه غلط، واما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، يبلغن عندك يعني في المكان اللي عندك، يعني انتوا موجودين مع بعض او انت موجوده معاه. فبعد ما يحصل عقوق او اهمال، احنا بنسمع حاجات يعني نرجو انها ما يكونش اكتر من كده. يعني انا مش عايزه، لا انا شفت حالات صعبه جدا، يعني استغفر الله العظيم يا رب، انا شفت حاله ولادها رموها من الباص كده وسابوها، اخذوا الدهب وسابوها ومشوا. حاله من الحالات يعني اللي انا يعني اثرتني جدا. في واحده ثانيه حضرتك كان عندها زير القديم بتاعنا اولاد الفلاحين ده، فيقولوا لها طب نشتري، قالت ابدا، ده اللي باقي لي من الدنيا. يعني طول ما الزير كده جنبها في الاوضه هي مستريحه، حسب الانتماء، ذكريات ممكن، يعني الحاله النفسيه مهمه قوي. والله الحقيقه يعني احنا بنوصي الناس كلها ان هم يخلوا بالهم من الاباء والامهات نظرا لضعف البنيه الجسديه والنفسيه اللي بيبقوا فيها في التوقيت ده. وزي ما حضرتك تفضلت وقلتي، اما يبلغن عندك الكبر عندك دي بالذات، فدي نقطه مهمه. عندك دي يعني هم بيبقوا في حوزتك، فانت لازم تخلي بالك منهم كويس جدا جدا جدا، وزي ما هم عملوا زمان وانت صغير وانت عندك شهر واثنين وثلاثه وسنه. يعني افتكر الحاجات دي هم كانوا بيعملوا ايه، وانت حاول ترد، مش هتعرف ترد طبعا يعني، ولا جزء بسيط من اللي هم عملوه. قريت حاجه بس حاول تصلحها لي يا دكتور. الاول احنا معانا تليفون شخصيه مهمه جدا يا جماعه معانا، ومش هنقدر نتاخر لي عن كده. اتفضل يا استاذ اشرف. ازاي حضرتك يا فنانه منوره الدنيا بحبايبك الجمال اللي معاكي. حضرتك استاذ اشرف زوج السيده رانيا وفاء. ايه رايك حضرتك مشترك في رعايه الدور؟ بص يا فندم، هو انا عايز اقول لحضرتك بس يعني ايه، انا عايز اقول لك مثلا رانيا او وفاء بدات الاول يعني من حوالي 6 سنين مثلا، خدت الانتريه بتاع فرحها، يعني بتاع اللي جت داخله بيه وعملت بيه وفرشته وابتدت. والله خدت انتريه بتاع بيتي وخدت الفرش بتاع البيت، وبقت تيجي ساعتين ثلاثه بس تعمل لنا الاكل مثلا. يعني اول ما ابتدت في مكان خدت الفرش كله بتاع البيت وابتدت فيه، لان هي كانت حابه الموضوع. يعني هي اصلا كانت حابه الموضوع، حابه مساعده الناس الكبيره عايز اقول لك احسن وقت بتقضيه معاهم. يعني كان دايما انا وانا في الشغل قبل ما امسك الدار الرجالي مفيش وقت، طب عدي عليا في الدار، كان الموضوع بالنسبه لها هدف، يعني انا عايز احقق هدفي مع الناس دي.
بالنسبه للناس الكبار كمان انا عايز اقول لحضرتك في ناس كتيره جدا جدا يعني حتى لما مشيت او حصل التقت باهاليها لحد دلوقتي بيجوا لي ولحد دلوقتي بيجوا لنا البيت ومش يعني عايزين يسيبونا. مسكتوا مع بعض علاقه لطيفه واكيد الحب ده ان حضرتك كنت ظريف معاهم ولطيف وبترعاهم نفسيا وجسديا والمرح والسرور وما يعني وصلهمش لحاله والعياذ بالله اكتئاب او اللي بتبقى صعبه جدا طبعا يعني. اكيد لا احنا في ناس الاستاذ الدكتور وليد شافهم يعني حتى لما اهاليهم بيعرضوا عليهم يقول لك لا احنا عايزين نقعد معاكم مش عايزين نمشي لان طول الوقت ما هو معلش برضو اللي هو لو عيل وحيد مثلا شغال وسايب والده انما هو طول الوقت او والدته طول الوقت قاعد معانا طول الوقت هو اللي يعني احنا وشايفنا اكتر فاهمان ازاي لكن هو الموضوع حب الناس ودعواتهم صح. دي بتفرق جامد جدا معانا يعني دعواتهم دي هي اللي ممشيانا ربنا يخليك ويكسر من امثال حضرتك ويخليها لك يا رب وتؤجر ويعني تجتمعوا تاني بقى في الفردوس الاعلى بعد عمر كبير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا مره قريت كده يا دكتور برضه واحده سيده كبيره في السن فقعدت تطلب من ابنها حاجات مش عارفه عايزه مروحه وعايزه ثلاجه وعايزه مثلا لحاف تاني عايزه بطانيه طلب ففي الاخر الابن قال لها يعني ايه الطلبات الكتيره دي؟ قالت له دي مش عشاني لكن لما انت تيجي تبقى الحاجات دي معاك ما يعني مبقاش حاجه ناقصه تبقى موجوده في البيت يعني شفت للاستخدام يعني هي حتى بتفكر هو فيه هو انتقل زيها دار مسنين هيلاقيها مجهزه له ايوه ده معناه انه كان مقصر طبعا صح ولا لا؟ طبعا 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 هي لما تطلب منه حاجه زي كده ده معناه ان هو كان مقصر جدا بناء عليه هي بتلفت نظره برضو مهما كان يعني الام هي الام بتلفت نظره بطريقه لطيفه برضو ما تجرحوش ايوه دي الفطره دي الفطره الفطره أيوة. غريبه ربنا حط في الام فطره غريبه جدا يعني هي عايزه تلفت نظر بس برضو بشكل يعني نفسيا ما يجرحوش بس انت مش يعني حضرتك شاهد على العصر من خلال ممارسه يعني التواصل مع دور المسنين شايفه حضرتك كترت اكتر في السنتين الاخرانيين او الثلاثه عدد الدور تعدادها كتعداد كتر الحقيقه بدات تكتر شويه نظرا ان عدد المسنين بدا يزيد يعني الاعمار كان عمر سيدنا محمد 63 عام دلوقتي وصل لحاجه 70 لا ما هو الاعمار دلوقتي بتزيد لسبب لان الناس يبقى في رعايه طبيه ورعايه صحيه على مدى العمر كويسه فبتخلي الانسان عمره برضو يبقى اطول شويه فلذلك يبقى عدد المسنين بدا يزيد لذلك عدد الدور المسنين بدات تبقى في زياده يعني في زياده طب حضرتك مدام رانيا انت في حاجه يعني موقف حصل طلعتي بيه بحكمه سواء حاجه ايجابيه او حاجه سلبيه حضرتك قلتي بعد الموقف ده هتخلص من كذا وكذا وكذا وحصل لي موقف ان انا جالي تليفون من خدام مسجد السيده نفيسه ما شاء الله شيل حد اداهم رقمي وتعالوا الحقوا ست قاعده قاعده قدام المسجد في ناس يعني بتستغلها بتخطف حاجتها ما اعرفش ايه وهي تعبانه جدا يا حرام فروحت انا وزوجي وابني بالعربيه بتاعتنا ما شاء الله رحنا هناك يعني طب يا جماعه نحاول نساعدها بايه فقالوا يا جماعه خدوها حتى لو عايزين اي مساعده هنساعدكم قلنا احنا مش عايزين حاجه احنا متكفلين بيها الست طبعا كان عندها يعني خوف رهيب خايفه ان احنا ناخدها نعمل اي حاجه فيها لما رحنا بيها الدار وبدات ان انا اديتها الشاور وغيرت لها واحده او واحد بيكبر بيكون اكثر حساسيه واكثر رقه ومش محتاج يعني حاجه تتعمل له بقوه او بتعنيف او كده فهي الناس اللي حواليها خوفوها فهي خايفه انها تيجي معايا فلما جت طبعا واتطمنت والدنيا بقت تمام بقت تدعي لنا الست دي يعني ربنا يرحمه يحسن اليه قعدت عندي 40 يوم بالظبط لما جيت طبعا توفت ادور في تليفونها مش لاقيه ارقام حد انا اسالك سؤال اتفضلي معلش بقى بصراحه حياتك عندكم في معلش يا دكتور سامحني لاني سرحت لساني هل عندك اكفان والترابيزه بتاعه الغسل دي ولا لا هو انا ما عنديش الترابيزه بتاعه الغسل تمام اكفان الاكفان في ناس صراحه كويسين عندك دلوقتي ولا عايزه
لا انا محتاجه اكفان ومحتاجه طبعا خلاص سيبيلي المنظر سيبيلي المنظر ان شاء الله بامرك يا رب بامرك يا رب. احنا كان عندنا حد تليفون، مين معانا يا استاذ محمد؟ استاذ محمد معاك يا فندم؟ لا مش سامعين يا جماعه في الكنترول. هو اللي معاك يا فندم؟ علي صوتك يا محمد لو سمحت. سامعاني كده؟ اه اتكلم من الاول بقى لاني ما سمعتش الجزء الاولاني. بقول لك البرنامج ده من افضل البرامج اللي انا بتابعها ما شاء الله، وبتابعكم من زمان جدا يعني. مبسوط من البرنامج يا محمد؟ البرنامج ده من افضل البرامج اللي انا بتابعها، ويا رب يعني يدل طول العمر. اللهم امين. واحنا طالما انت بتشاهدنا دائما ان شاء الله، انا كنت عايزه اعلن ان في مفاجآت في رمضان حلوه قوي اداره القناه ما شاء الله يعني محضراها، بس مش هنعلنها دلوقتي ان شاء الله. وهيتعمل ديكور شكلي في حاجات حلوه ان شاء الله عشان يومك هتتعمل باذن الله باذن الله. طب قولي يا دكتور، مرت عليك برضو حاله مش قادر تنساها يعني، او موقف انت كدكتور اتأثرت بيه رغم ان عندك العلاج بسم الله ما شاء الله، السبب من الاسباب؟ والله الحقيقه في يعني انا يحضرني دلوقتي مره كان في حد من المسنين، السيدات المسنه كان عندها بنتين ولد. على غير العاده اكتشفت ان اللي شايلها واللي بيراعيها واللي بيديها الدواء واللي بياخد باله منها الولد. اما البنتين عملوا اعمال يعني صعبه جدا صعبه جدا يعني، انا ساعتها بقيت في ذهول. انا اكتشفت ان هم مضوها على البيت بتاعها والفلوس اللي كانت عندها. لا بس يبقى كده كانت في اميه بقى، اميه ابجديه اكيد. لا هي الفكره فين يا فندم؟ الفكره ان هي احيانا كان بيجي لها نوبات زي غياب عن الوعي شويه. يعني ايه مريض سكر مثلا؟ كان عندها بقى امراض مزمنه زي الضغط والسكر وامراض الشيخوخه. ايوه. فاكتشفت ان هم يعني كانوا بياخدوا الفلوس بتاعتها وبيصرفوها على نفسهم وسايبينها حتى ما بيزوروهاش. ودي حاجه من الحاجات اللي انا يعني وقفت عندها، انا ما بقتش فاهم يعني طبيعه الحال ان الستات شويه بتبقى في الحته دي فيها يعني عاطفه ورحمه اكتر من الراجل شويه، فالمفروض هم اللي يرعوها اكتر من الولد. لقيت ان الموضوع العكس. حاجه غريبه جدا. ده من المواقف الغريبه اللي انا وقفت عندها قعدت افكر ايه ده. طب تفتكر وراء الرجل ده امراه؟ ان كيده عظيم يعني. ما هو بص يعني اكيد، ما هو مفيش واحد بيعيش لوحده، هي اكيد هي كانت بتدفعه لده، واللي وراهم ورا بناتها كانوا بيدفعوهم لكده. انا عايز اقول لك على حاجه قبل ما انسى البرنامج ده، ما اعرفش بيمشي بسرعه ليه، عاوزين نزوده او نكره. حكايه في الاثر يعني كانت معموله علشان تدي عايزه لقلب الام، فبيقولوا ان كان في زوج يحب زوجته شرعا، لكن هو كان بيحب امه جدا، فابتدات ايه تغير من امه. قبل ما يطلع شقته لو جايب فاكهه يعطي لأمه لبن كده، تمام يعني كان رحيم بأمه. هي ابتدت الزوجة تغير، وأعوذ بالله من يعني الشيطان الرجيم، تلبسها فضلت وراه وراه وراه، أنا مش هقعد معاك أنا هسيبك، إيه هات لحد ما تجيب لي طبق عليه ألبومك. ده حكاية أثر بس. أيوة حاجة في الأثر. فحب الزوجة والإغراء وده عمي الشيطان عماه، فراح فعلا و قتل الام يعني، واستخرج قلبها وحطه في طبق، وعايز يرجع بقى للسنيوره يديها القلب. فهو بيجري اتكعبل كان هيقع، فسمع القلب بيقول له ايه بعد الشر عليك يا ابني، اسم الله عليك يا ابني. سبحان الله. ما دي الفطره اللي كنت بقول لحضرتك عليها من شويه، فطره غريبه جدا. يعني شوف رغم من كل اللي هو عمله الا ان الفطره اللي في قلبها مختلفه. حاجه يعني. أيوه. صنع ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين اللي يقول امين. بلاش واكره اللي يقول امين، لان السماء بتبقى مفتوحه عندك بعد الفجر وبين المغرب والعشاء، حاجات نبقى نعملها يعني ان شاء الله قبل رمضان، اوقات يستحب الدعاء فيها لانه بامر الله بيستجيب، بامر الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله حلقه قبل رمضان كده هنتكلم في اوقات الدعاء يعني ان شاء الله. ان شاء الله. إيه حضرتك قلت لنا دكتور ذكر حاله او حالتين مش كده؟ حضرتك تذكري اي حاجه لفتت نظرك؟ انا حابه بس ان انا اقول ان انا حابه الجيل اللي طالع
يعني ابهاتهم وامهاتهم يعلموهم ازاي يحبوا الناس الكبيره، يعطفوا عليهم، يساعدوهم. الاب والام، الاب والام يعودوا الجيل اللي طالع فعلا ان لازم تساعد الناس الكبيره، لان الاب والام بيبقوا قدوه. بالظبط، يعني مش بينوا زي مثلا واحده تكذب قدام ابنها، قالوا لا اقول له قول لهم مش موجوده، مش موجوده خالص. الابن بيتعلم اللي ابوه وامه هم بيعملوا. فانت هتعلم ابنك ولا بنتك ان هم يساعدوا الناس الكبيره، ان هم يكونوا رحيمين بيهم، ان هم يكونوا في وقت الشده معاهم يساعدوهم. يعني انا عندي اولادي، عندي ابني مثلا في الكليه بيجي بيبقى في الدار بيساعد ده وبيساعد ده، بنتي ابني الصغير الله ما شاء الله، حابه ان هم يكونوا موجودين. اللهم ارزقنا الولد الصالح. اني انا لما اكبر حابه ان ولادي يبقوا رحيمين بيا، واللي انا بعمله مع الناس الكبيره هيقعد لي، وان الاقي حد يبقى كويس معايا اولادي. هي ابسط الحاجات انا بشوف من زياراتي للدور، ابسط الحاجات بترضيهم. يعني مره زي ما بقول لك جبنا حد بعوزي، يا سلام. مره عملنا عيد ميلاد بتاعتنا نيل دي، كان لا انا عايزه اقول لكم على حاجه، اجمل حاجه حضرتها. كان مسن برضو، كان عنده ظروف اضطرته انه يعيش في دار مسنين، تمام، وست تزوجوا وعملوا لهم حفله جميله جدا، وبعد ما تزوجوا اهم خلاص قال لا مش هنسيب الدار، هنقعد هنا معاك. انا عندي حاله زي كده، عايزين يتجوزوا. بس ساعات الاهالي مثلا يقول لك لا، يعني لما ده تعبان وكبير وده تعبانه كبيره، لا ما ينفعش ان احنا برضو ايه نخليهم يعتمدوا على المسنين، برضو محتاجين حد يساعدهم وحد يكون يديهم الادويه والكلام ده كله. بس عندنا والله ناس جميله، عندنا بيحبوا الحفلات. حفلات اه. طيب هنتكلم احسن مي، احنا سمعناها كتير. اي مي، مي الو، ايه كنترول رحت فين؟ مي، مي ايه اتقفل الخط؟ يعني مفيش، هتحاول تكلمنا تاني؟ ماشي يا مي، ماشي. اي حبيبتي، ابن حضرتك انت قلتي لي كم ابن بقى اللي طلع فيه ورث وحفادي؟ انا معايا اربعه. بسم الله، ثلاث ولاد وبنت. ما شاء الله ما شاء الله. عندي هم نفسهم يتكلموا ويقولوا ما شاء الله. تيجي تساعدنا كل يوم جمعه ما شاء الله تبارك الله فيها. انها والله العظيم يا حاجه بسطاني جدا جدا ان مدام وفاء عامله لكم مكياج بعيده، معلش في جست صغير كده بس يأسر الواحد والله. لا بنعمل لهم كل اللي هم عايزينه. ممكن ماما مثلا تقول انا عندي شعري ايوه ايوه عملي على بيتي شعري. كنت رايحه فرح لبستني سواري، وكنت رايحه فرح عند بنتي. لا يا حبيبتي بنت اختي، كنت رايحه فرح بنت اختي اول مره احضر مناسبه، لبستني سواري وعملت لي ميك اب والحاجات دي كانت. رحتي بقى قعدت هادي معاكي؟ قالوا لي انت كنت كبيره، انت صغرتي تاني. فين القديمه؟ انا لسه والله تم 60 سنه يعني كبرت. ما انا قلت لك اللي عندك لسه ما اتخطبوش. والله انا رايحه عندها كبيره، انا حاسه بنفسي ماما فعلا انا ست عجوزه جايه، كانت تعبانه جدا. انا بكون ما بمشيش على رجلي بس مشيت الحمد لله. هم عندها ستات اللي هم موجودين معانا، انت لما بيجي لك غيبوبه بتقومي تلاقيه كله بيعيط وكله زعلان عليكي اكتر من الاخوات. ايوه العيش حلوه، العيش والعيش والملح اه، وانا احبهم قوي. وانا احبهم قوي. هما كمان بيموتوا فيكي والله العظيم. على فكره معانا مين؟ يا هنا. سلام عليكم. يلا انا حفيدتي اسمها هنا. اي هنا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام حضراتكم طيبين. انت طيبه يا هنا، انت صوتك جد كده شويه هنا. عندي 55 سنه. بسم الله ما شاء الله. برنامج حضرتك كويس، وحضرتك ست محترمه وكلك ذوق ومشرفانا على الشاشه. ربنا يخليك يا حبيبتي. بالله عليك يا انا ابني محتاج عمليه، محتاج دكتور جراح عظام، صباعه كان كده الصوت بيقطع. ممكن تلخصي اللي فات بسرعه؟ طب وطي التلفزيون عندك يمكن. هو في شوفي حته كده فيها الشبكه وكلمينا في الكنترول، هندخلك تاني ان شاء الله. يلا حبيبتي. ايه يا دكتور؟ الله
مع حضرتك. مين او من اولادك بقى خد جينات يعني يبقى دكتور او دكتوره؟ والله هو احنا بندعي لهم ربنا يكرمهم يعني احنا بنعلم وبنكبره. بس انت جواك حاسس انه ابنك مثلا يبقى نفس البرانش بتاع شغلك او بنتك؟ والله هو البرانش كويس يعني وفي افاده كبيره للناس الحقيقه. انا بحاول ان اوصل المعلومه دي لكل الناس ان الطب النفسي ده هو يعتبر طب الحياه. موجود في الشارع، موجود في البيت، موجود في كل حته. كيفيه التعامل مع الاخرين، كيفيه الحفاظ على مشاعر الاخرين. طب اسال سؤال حضرتك، اتفضلي. ما الفرق بين الطبيب النفسي والمشرفه الاجتماعيه؟ لا، هو الطبيب النفسي هو خريج كليه الطب وبياخد دراسات عليا في الامراض النفسيه. اما المشرفه الاجتماعيه او اللي هو الاخصائي النفسي يعني الاخصائي النفسي بيبقى خريج كليه الاداب قسم علم النفس. ده بيبقى ليه القدره على عمل جلسات مش نفسيه، مش الخدمه الاجتماعيه. لا لا، مش خدمه اجتماعيه، لا، بيبقى كليه الاداب قسم علم النفس. ايوه. وده بيبقى ليه قدره على عمل اختبارات، اختبارات شخصيه، اختبارات ذكاء، اختبار توحد للاطفال، حاجات كتير يعني. الطبيب بقى مش بيعملها، الطبيب بيعالج نفسيا وبيعمل يعني جلسات وبيعمل ادويه، بيعالج زي ما بنشوف في الافلام كده المريضه برضو على الشيزلونج كده او المريض والاسطوانه الدايره بتسجل او الشريط، ولا ده تمثيل ولا ايه؟ لا، هو ده كان يعني يمكن موجود في بعض الاماكن، لكن دلوقتي ما بقاش يعني بالصوره اللي حضرتك بتوصفيها. اصل الفن هيجيب منين؟ ما هو بيجيب من الواقع. اهو ده حقيقه، ما هو كان بيجيب من الواقع، هيجيب منين؟ اهو الفن بيعكس واقع الواقع. طبعا طبعا، ما دي وظيفه الفن. ربنا يكرمك يا دكتور. والله يعني انا بقول لسه برضه المدام يعني مجرد انه حد من حبايبنا دول بس حد يطبطب عليه يمسح على رأسه صدقة يعني. والله احنا بنحاول يعني غير العلاج احنا بنحاول نعاملهم نفسيا ومعنويا كويس جدا جدا، وده طبيعة الدراسة اللي احنا درسناها. يعني انا رأيي ان الطبيب اللي ما يعرفش طب نفسي حتى لو كان دكتور اطفال، دكتور بطنة، دكتور جراحة، دكتور اي حاجة، لو ما يعرفش طب نفسي مش هيعرف يتعامل مع المريض، والمريض مش هيعرف يسمع كلامه كويس لان هو نفسيا مش مرتبط بيه. فالحتة النفسية دي مهمة جدا 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 قبل العلاج. انا يعني عن نفسي انا شخصيا بتالي ناس كتير لما بنروح لدكتور لاول مره يشوفنا يعني فعايز السي في وعملت عمليات ايه ومش عارف ايه والكلام الطبي ده، لما بياخد ويدي مع يعني اللي جه لسه اول مره عنده بيريحه. المريض كمان بيبقى حاسس انه داخل على حد فاهمه. ايوه، وحاطط ايديه على اوجاعه. بالظبط، صح ولا لا؟ بالظبط. طبعا طبعا. طب قول لي، الاطفال بيجي لهم ولا المسنين بس؟ يعني ممكن تلاقي طفل قبل البلوغ ولا ده بيحصل في المراهقه ولا ايه؟ لا، في اطفال بي عندها امراض نفسيه نظرا لعوامل البيئيه اثناء التربيه. يعني حد مثلا من الاطفال بيتضرب كتير مثلا، حد بيضربه كتير فده بيسيب اثر في شخصيته. حد مثلا بيحرموه من حاجات معينه فده بيسيب اثر في شخصيته. حد مثلا بيكبر في بيئه يعني غير صحيه نفسيا نتيجة بقى نزاعات بين الأب والأم مثلا، خناقات ما بين الإخوات. يعني حاجات كتير قوي من اللي احنا بنشوفها. والله أنا يعني نفسي القنوات والإعلام يبقى في مساحة أكبر من كده للطب النفسي بالنسبة من أول البلوغ المراهقة للشباب. ياريت أنا أتمنى يعني من خلال برنامج حضرتك أنا يعني أناشد وزارة الصحة إن هي تحط بند من البنود يعني كيفية تنشئة صحية نفسية سوية للأطفال، لأن دول اللي هيبقوا شباب ورجال بعد كده. هنسمع مي وهرجع لحضرتك. ايه يا مي، بتروحي فين؟ ايوه حضرتك، بحبك قوي. يا انا بموت فيكي. اسمك حلو يا مي. اتفضلي يا حبيبتي، انا سامعاكي. والله ده يعني احلى برنامج بشوف، وانا اصلا مش مصدقه نفسي ان انا بكلمك. يا حبيبتي كلميني على طول، انا هنا سبت وثلاث وخميس، كلميني يا حبيبتي على طول. اسمعي، سيبيلي انا هقول لهم في الكنترول بعد ما نخلص هياخدوا رقمك وانا هاخدهم واكلمك. ماشي؟ ماشي. لو ماشي والله انا بحبك قوي قوي، كل اللي في البيت بيحبوك جدا. الحمد لله وشكرا، رضا من ربنا سبحانه وتعالى. اللهم ثبتنا بس، الحمد لله وشكرا لله. شكرا يا ما يا حبيبتي. نرجع يا دكتور للاخر حقك. لا، بقول لحضرتك ان يعني انا اتمنى من وزاره الصحه والتربيه والتعليم ان هم يعملوا جزء
للآباء والأمهات تنشئة كيفية تنشئة الأطفال عشان يطلعوا بصحة نفسية سوية. هو ده اللي أنا بتمناه عشان خاطر الأطفال دول هم اللي هيبقوا الأمهات والآباء بعد كده، هم دول اللي هيبقوا المجتمع كامل هيطلع. تمام كده. يعني لو قدمت لغيرنا ما وصلت إلينا شباب بيغير شباب. مظبوط. صح. بس هي لذة عصبية العصبيه بالذات الاطفال بيبقوا قد كده قد كده والموبايل وعصبي وعصبيه وشنويت وحنا الاقي حد من احفادي ابتدى يخبط راسه في الحيط. يا ابني خلي بالك لا يجي لك ارتجاج. انا ببقى هتجنن. ايوه حاجه قد كده 3 سنين ولا 4 في ايه؟ ايه ده؟ طب الاسره تعمل ايه او الام بمعنى اصح؟ هي الدور الرقابي بتاع الاب والام هنا بقى مهم. ليه؟ لان يعني الاطفال بيمسكوا التليفون. التليفون ده بيبقى فيه حاجات كتير قوي يعني بتاع كرتون عنيف شويه. حد بيضرب حد بيقتل حد. الكرتون كمان انا اعتقد يعني سمعت بس او الله اعلم انه بتتبث من خلاله معاني مش لطيفه يعني. لا ما ده ما بقاش حاجه للاطفال بس يعني. لا بالظبط يا فندم. زائد ان كمان يعني انا بوصل الاباء والامهات وخصوصا الامهات انها تهتم بالتغذيه بتاعه الطفل. لما بندي للاطفال سكريات زياده كتير ده بيخلي عنده نوع من انواع فرط الحركه والعصبيه الزايده. فالسكر يا ريت نقلله شويه في الاكل بتاع الولاد الصغيرين. تمام. ونقلل مسكهم للموبايل. هم حاجتين دول مهمين قوي. مهمين جدا مهمين جدا. ربنا يعني يكرم الامهات وان شاء الله. يا ريت زي ما بيعملوا جلسات كده يا دكتور قبل الزواج دلوقتي بيروحوا ياخدوا كورس او يعني في الزواج والتوائم يعني بين الرجل والمرأة وزي يبتدوا حياة مشتركة مع بعض. حلو. يعني إذا كانوش تلقوا ده من خلال البيت الأب أو الأم أو الخالة أو العمة يبقى كده في عيادات متخصصة تقول الإرشادات دي. بالظبط. ما هو ده اللي احنا نتمنى أن وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم الاتنين يهتموا بحاجة زي كده. يعني لو ده اتوجد الأب والأم هيطلعوا على دراية كويسة يعرفوا إزاي يعملوا تنشئة لأطفال بصحة نفسية سوية. وكمان يعني لو في المدرسه مثلا بيبقى فيه المدرس الاخصائيه الاجتماعيه الناظر او المدير يعني لازم يطلعوا الاب والام او نقولها بشكل ثاني ان لازم الاب والام ما بين وقت والتاني يروحوا يسالوا على اولادهم في المدارس. مش لازم جواب لحضور ولي الامر وكده. اروح اجس نبض المدرس ده ابني ايه بيفهم ازاي بيتدرب يعني كل الحاجات دي تخفف. صح ولا لا؟ المفروض يا فندم المفروض ما هي المفروض الحاجات ديت عشان نعرف نربي النشء. ما هو انت هتتابع ازاي وتعرف ان الولد او البنت بصحه نفسيه سويه ازاي الا لو كان في متابعه من الاب والام وكمان مع المدرس والمشرف الاجتماعي في النوادي. طبعا النوادي كتير قوي قوي ومساحات النادي بتبقى كبيره جدا جدا. ف يعني برضو يبقى في حب للولاد ورقابه اكتر. نتمنى وربنا يستر على الجيل ده خالص ان شاء الله. ان شاء الله. طول ما الاعلام بيهتم بالتوعيه في التلفزيون الناس بتسمع كويس. والاباء والامهات بيهتموا وبيدوروا. أيوة. عشان يطلعوا النشء بتاعهم كويس. يا رب. يا رب. انا بس قبل ما اختم الحلقه قولي لي يا ست هدى ليك اي طلب ممكن نعمله لك؟ انا عايزاكي تمشي مبسوطه بصراحه. عمره يعني انا اتمنى ان يكون احد رجال الاعمال اللي هو الضلع الثالث في الدوله ورجال الاعمال والمؤسسات الخدميه الاجتماعيه يعني هم دول الثلاث اضلاع دول. فيا ريت يكون معانا او سمعنا دلوقتي رجل اعمال او بزنس وومن يعني ست عندها متوفر سيوله انها تحقق لبنتنا هدى اللي متزوقه النهارده دي العمره. واحنا هنقعد نديها دروس في العمره ما تخافوش. من ناحيه دي انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. ماشي يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي. قولي لي يا ست سيد. نعم. يا اختي اسمك ايه؟ عايزه ايه؟ انا مش عايزه حاجه. ربنا بس تشفي لي مامتي ويخليها لي بس. تعبانه مامتك. عندها ايه؟ عندها ميه على الرقه. واضرابات قلبها سريعه. ست غزارين في ظهرها من ورا. قطنيه تحت. متاكليه. ربنا يسعدك. طب انتوا مفيش مستوصف قريب من البيت عندكم ولا حاجه؟ لا ده هي بتروح المستشفى الزهراء لو تسمعي عنها. بتروح الزهراء بتتحجز هناك وبتحس ان احنا. طيب انا هقول لك على حاجه قبل ما نختم البرنامج زي ما عملنا يعني
دعوة لرجال الأعمال وسيدات الأعمال بالنسبة للأستاذة هدى. إن شاء الله يعني نقدر نعالج الوالدة ويبقى إحنا داخلين على شهر كريم وأيام جميلة اللي إحنا فيها دلوقتي، فإن شاء الله ربنا يعني يكسر من الناس المحبين للخير. شكرا شكرا، ونشوفكم مره تانية لان هذا الموضوع ان شاء الله يا دكتور هنعمل له برده حلقه ثانيه ان شاء الله. نبقى نعمل له حلقه بعد ما خلينا المدام وفاء طبعا ويبارك لنا فيها وطلب منك تاني فوفا تخلي بالها مني على طول. انت بتقولي علينا عايزك تجيبي سنه دلوعه دي، انا هاجي لك اظبطك وهي تخليها لنا احنا للاسف وقتنا خلص وان شاء الله نكون في لقاء تاني باذن الله. شكرا حبايبي، يا رب تكونوا قضيتوا معنا وقت جميل ويكون طلعنا كلنا بحكمة أو بعظة أو بعمل إيجابي تجاه حبايبنا الحلوين دول المسنين إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة.